أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا أصدقائنا، حلقتنا اليوم راح تكون عن بن سلول وضيفنا المحترم أخونا أبو الحكم. خلونا بالبداية نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا حبيبي جان، أسلم عليك وأسلم على جميع المشاهدات والمشاهدين اللي يشاهدون الحلقة. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. طبعا نحن كما جرت العادة أصدقائي نعرج على اليوتيوب ونسلم على أصدقاء، بس عندي البتاع اللابتوب شوي كربج، فما تأخذوني. على كل حال، أهلا بكل الأصدقاء المتواجدين. بصراحة سلسلة كبيرة من الأسماء، يعني بشان ما يصير ما يطلبه الجمهور ما راح أدخل بكل الأسماء. يعني أرحب بكل أصدقائي المتواجدين، حتى بالحكم كمان كان متواجد ولكن راح. على كل، خلينا نبدأ بحلقتنا. أبو الحكم الميكروفون معك. طبعا أصدقائي المتواجدين، يعني أنا أعتذر إذا ما رحت كل اسم باسم، يعني من كاهنة لرياض، لا 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 لا، يعني ما تأخذوني إذا نسيت أحد، يعني هو ما قلت للكل. يعني على كل حال، أبو الحكم الميكروفون معك حبيبنا، تفضل. طبعا اليوم، طبعا بالبداية أسلم على جميع الموجودين ويانا بالتكست، يعني يعذروني ما أقدر أقول كل الأسماء، يعني يمكن لأنه التكست يتحرك وممكن داخلين قبلهم ناس، بس اللي يعني قبل ما أدخل الحلقة اللي شفتهم كاينة وجان وأيوب وعمدة وسمسم جاي أشوف هسه. على كل حال، أنا أسلم على جميع. نامت، أهلا وسهلا بك. يعني اليوم حلقتنا أعتقد راح تكون حلقة شيقة، راح أشوفنا جانب من النبي محمد، أو النبي محمد يعني شوفنا جانب من حياته غامض علينا وما معروف، لكن هذا كله من كتب التاريخ، يعني مو من تأليفنا يعني. فراح نشوف قصة حياته ويا عبد الله ابن أبي سلول. أنا طالما جان هاي المسألة شغلت تفكيري، إنه ليش هالضعف اللي عنده وياه بالنسبة إلى عبد الله بن ابي سلول. يعني مستغرب اني طول الوقت، مهما يكون يعني طاغي او مسيطر، مو لهالدرجه يخلي انه محمد ياثر عليه لهالدرجه. يعني غريب غريب وعجيب هذا الانسان، كيف كان مسيطر على محمد. بس قبل ما نبدا اخوي ابو الحكم، في صديق على الفيسبوك كتب لي انه طب شو راح نعمل بالتزييف اللي محصول في الكتب. فقلت له نحن راح نحاول قدر الامكان يعني نتعرف على الحقيقة بقدر الامكان، يعني على قد ما تعطينا المعلومات. ف يعني نحن محاولة. تفضل اخوي ابو الحكم، تفضل. يعني بالبداية انا راح اعرج انه من هو هذا، شو اسمه، أنا سميت الحلقة بس شوية أنت اختصرتها، سيرة عبد الله ابن أبي سلول بين زيف الرواية الإسلامية والحقيقة التاريخية. طبعا أول أنا ما اختصرتها، ولكن اليوتيوب ما بيقبل العنوان كتير طويل، ف أوكي ما يقدر يسوي رقابة على لساننا كمان اليوتيوب. لا، هو كتير طويل صار العنوان، صح كتير طويل صح. صحيح صحيح. المهم، أول شيء نقول من هو هذا عبد الله بن أبي سلول. عبد الله هو من بني عوف، يعني هو سيد قوم الخزرج، وما اختلفوا بها اثنين أنه هو سيد الأوس والخزرج، كان يعني حسبا ونسبا إلى أن جاء الإسلام وتغير كل شيء بحياته، يعني أصبح له كابوس الإسلام لهذا الشخص اللي كان
عزيز قومه وكان ذو شخصيه وذو مقامه بين الناس، وكلامه كان مسموع، و الى ان جاء محمد وتغير كل شيء. طبعا نجي الى سبب اسلام عبد الله، نجي الى سبب اسلام عبد الله بن ابي سلول. ليش اسلم هذا الشخص؟ يعني يقول لك التحق بعض من عشيرته الى الاسلام، يعني كان مجبر انه يصير ينتمي للاسلام، لانه يعني هو سببين رئيسيين. اولا يعني ما راد يسوي يخلق عداوه ويا جماعته، هو سيد قومهم، راد يسوي كنترول عليهم. فلما شاف كم واحد منهم انتمى لاسمه قال لك خلي اني همينة انتمي. والسبب الاخر انه راد يكون مثل ما يقول نسميه احنا دبل اجنت، يعني يصير ظاهريا مسلم ولكن يريد يعرف تحركات المسلمين، المعارك، الغزوات، المؤن، اي شيء يخص الاسلام، تحرك يعني وشنو خططهم. فهذا كان الواجب الثاني اللي عليه، لانه هو فعلا ما كان امن بمحمد نهائيا، فلذلك اضطر انه يقول انه مسلم، ولكن هو في الحقيقه كان يشتغل ضد الاسلام قولا وفعلا، يعني مثل ما يقول. بس راح نشوف علاقته ويا محمد، راح نكتشف كل شيء. تفضل. أبو الحكم أكمل، أنا بصراحة كنت مشغول، عم بوزع رابط شوي من رابط الحلقة. أوكي. تفضل ادخل بالموضوع وكل شيء أمامك يعني. أوكي، يعني إحنا هسه نحاول هسه راح أروي بعض الروايات اللي يشوفكم مدى اهتزاز شخصية محمد مقابل عبد الله بن أبي سلول. عبد الله بن أبي سلول كان مسيطر على محمد بطريقة غريبة، ولا كان يخاف منه ولا يهابه ولا يهتم لأي شيء يعني يصدر من محمد. فمثلا في أحد الروايات، في رواية لابن إسحاق طبعا، خلال غزوة بني القينقاع، لما هجموا على بني القينقاع، طبعا كان السبب تافه جدا، على اساس اكو وحده وسحب لها هدومها وظاهره وجاي مسلم دافع عنها وقتل اللي سواه واجتمعوا عليه وقتلوه. فمحمد راح اجتاح البنو قينقاع كلهم، يروحوا انتم اقتصوا من الشخص اللي قتل مسلم او اذى شو اسمه اذى البنيه المسلمه، لا احنا لازم نغزو المدينه كلها. سوى مثل صدام حسين لما الكويت شوية قللت بأسعار النفط، فهو رئيسا راح اجتاح الكويت كله. وين صاير هاي؟ يعني ما يصير كل واحد على مثل اللي يبوق منك تمراية تروح تحكم عليه بالإعدام، يعني لازم الذنب يكون العقوبة مقابل الذنب. المهم هاي مو قصتنا. طبعا هو من كان يعني من جماعته بنو القينقاع، وعنده شو اسمه وياهم شراكه قويه، فحاول عبد الله بن ابي سلول يخلصهم من خلال روحته يم النبي. وكانوا حوالي اللي ملزومين متاسرين حوالي 700 نفر كانوا. فمحمد يعني لما محمد لما قال له يا محمد، يعني أنا أحكيها باللهجة مالتنا حتى تفهموها، يعني ما أريد أحكيها بصورة فصيحية حتى ما تملون من القراءة، يعني أنا أشرح المكتوب حسب ما هو مكتوب من الكتب. يعني قال له يا محمد رجع لي جماعتي من بني القينقاع، يعني أنت أسرتهم انطيني إياهم.
محمد عافى وراح، يعني مثل مهتم الكلامه وراح. فعبد الله لحقه، عبد الله مجاز منه لحقه، ودخل ايده بثوب، دخل ايده بثوب محمد ولزمه محمد وسحبه بقوه. يعني قال له عوفني محمد، قال له عوفني يعني اتركني. فقال له والله ما عوفك حتى ترجع لي جماعتي. يعني شوف السيطرة بحيث تسحبها للنبي أو محمد اللي مسوي له شنة ورنة المسلمين. طبعا هاي رواية إسلامية مو من عندي. سحبها سحب، وقال له عوفني، قال له ما عوفك حتى ترجع لي جماعتي. قال له هذول مسانديني دائما، تريد انت هيك تحصدهم بكل بساطه، تريد تقتلهم كلهم يعني؟ يعني انا عندي حسابات المستقبل، ذولا جماعتي ومتالفين وياي، يعني ما اقبل انه تسوي لهم شيء. ف يعني يعني محمد يقول احمرت وجهه، يعني وجهه صار احمر من الغضب ومحتار شو يسوي. يعني هان نزل بكرامته الارض يعني. فلما محمد شاف هذا يلح وساحبه ايش سحبه، قال خذهم هم لك. يعني شوف بكل بساطه نسى تعاليم الله، نسى تعاليم المعرف ايش. المهم لما وصلت المساله الياخته مثل ما نقول احنا، راسا خاف وراح سلمها 700 نفر بكل بساطه، لانه شخص قدر يسيطر عليه. يعني هنا شوفنا مدى جبن محمد وضعف شخصيته وقلة حيلته. يعني لو كان يقدر يسوي شيء كان سواه. وهذا أصلا الحكم يعني قلة الحيلة، يعني محمد اللي بيقدر معارضينه ولا اللي بيقدر عليه فما بيقصر. يعني طيب محمد جماعته كلها حواليه وكلهم مؤيدين من الصحابة، من كبار الصحابة وهم أقوياء، برأيك يعني ليش عنده قلة الحيلة؟ شو يعني شوف مرات يعني تشوف شخص يأثر عليك أنت من البداية، تأخذ الرهبة من جان، فتصير ما تقدر تواجهه بكل الظروف، ما تقدر تواجهه، ما تعرف ليش. لكن هذا الشخص كان، إحنا نقول بالعراقي ماخذ بوشة، ما أعرف شو تسموه أنتم بالسوري، ماخذ بوشة يعني مثل مستصغرة أو مسيطرة عليه، هيك معناته يعني. فهذا هيك كان ويا محمد. وين هذا عمر اللي دائما يقول تعال دعني أقطع عنقه؟ شو ما لحق المحمد لما سوى هذا الحركة. المهم سنجي على شغلات أخرى، راح يشوفنا أنه يشوفنا مدى سيطرة هذا الشخص على محمد. هاي أول القصيدة مثل ما يقول يعني. يعني أبسط امتحان إلى اللي محمد إنه يخاف ويتراجع يعني، وهيك ينزل شخصيته قدام صحابته. يعني عمر اللي خابصنا وخابص الدنيا كلها بشجاعته، أشو ما لحقه ويسوي له فتشي ويساعده، بس شاطر بالكلام يعني، مال المشهور الكلام اللي يقوله. شلون احنا نقلد على الامم المتحده نقول يقلق كثيرا؟ هذا عمر سحاب السيف دائما بالكلام، بس دعني يا رسول الله اقطع عنقه، بس بهذا شاطر. على فكره يعني انا ما شفنا شيء مثلا اشياء، مثلا خالد بن الوليد بنعرف له في حروب انتصر فيها، مدى شجاعته، مدى يعني ذكائه بالحرب. عمر بن الخطاب ما بنعرف شيء عنه غير انه شجاع فقط، بس كيف شجاع ما بنعرف. هي هنا المشكله، احنا بحياتنا ما سمعنا محمد او عمر او ابو بكر او عثمان او اي واحد من ذولا اللي يسموهم شجعان انه قتل احد. احنا سمعنا عن علي مثلا بيوم بدر مبارزه قتل فلان، ويقولون انه هو عنده شجاعه، لكن البقية بياعين كلام مثل ما يقول. فعمر واحد من ضمنهم، انه بياع كلام
بس شاطر ويعرف قدام الناس كله يقول دعني اقطع عنقه، فمحمد يقول لا 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 عوفه. يعني هو حتى بهاي الروايه يعني قالها دعني اقطع عنق لعبد الله، لكن محمد راسا على اساس يقول له لا 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 تسوي شيء يعني، فبياع كلام مثل ما يقول يعني. عند اني جان شفت شو اسمه ذكرني ذكرني بمحمد وبعمر لما شفت مسلسله تركيه هم تاريخيه يعني اسمها كوسم، تحكي عن الحقبه التاريخيه اللي كانوا مارين بها. فواحد سوى ثوره على الامير وجمع جيش وما اعرف شنو، قتل جماعته كلهم على اساس طبعا بمبالغه. لما وصل لهذا الشخص راسا ركع قدام الامير او الخليفه وباس ايده، لعن انت ليش مجمع جيش وتسوي وانت مو مستعد تحاربه يعني. فمثل ما يقول بياع كلام كان، وانا اشايف انه عمر كان بياع كلام. نجي على روايه اخرى، يعني اكو روايه اخرى محمد كان مر بقوم بعبد الله وعبد الله طرده، قال له يعني قال له لا تجي هنا تحكي ويا الناس يعني، يعني انتظر الناس هم يجون عندك، انت شكوا يعني يعني شكوا جاي وخابصنا وتحكي يعني، كان مستهين بي يعني حتى من بداياته يعني. ومحمد مثل ما قلت انه كان يحسب له ألف حساب، ما نعرف ليش يعني. راح احكي الروايه اللي صارت، مره حمار اللي يعود سعد بن عباده فمره بمسجد فيه ابن ابي سلول، فغطى المنافق انفه قائلا لا تغبروا علينا، يعني محمد شراك بالحمار فلزمه وخشمه وقال شنو انتم جايين انتم ريحتكم انتم الحمار اللي وياكم. ولما تلى الرسول على المجلس القران قال ابن ابي سلول يا هذا، هيك قال له يا هذا يعني على محمد، اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا يعني لدوخنا، يعني روح اقلب، احنا نسميه بالعراقي اقلب يعني فلا تبقى هنا. فهي الـ 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 بعض المواقف اللي 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 مر بيها محمد ويا هذا الشخص، واضح جدا انه عبد الله بن ابي سلول ما كان يحسب اي حساب لمحمد، يعني مثل ما يقول ماخذ الند بالند او مسيطر عليه اصلا يعني. وهذا الشيء راح يخلينا نحكي عن المبايعه يعني. وما اعرف عندك شيء جان قبل ما اروح الى مبايعه تحت الشجره؟ لا لا تفضل ابو الحكم تفضل حبيبي. اوكي، المبايعه تحت الشجره كانوا مجموعه كبيره اللي بايعوا محمد على السمع والطاعه والشغلات، فجت بها ايه قرانيه انه الله راضي عن ذول القوم وكلهم داخلين الجنه، وكان من ضمنهم عبد الله عبد الله ابن ابي سلول. طيب انت اذا لهالدرجه تكرهها ليش خليته من المبايعين تحت الشجره يعني؟ اذا هو منافق فانت لما تقوله بالقران خلاص صار عليك مثل ما يقول قانون ما تقدر تغيره، وعلى كلام محمد خلاص هو من ضمنه وداخل الجنه داخل الجنه. هذا طبعا التفسير ابن كثير جزء الرابع صفحه 187 يقول ودعا رسول الله الناس الى البيعه فكانت بيعه الرضوان تحت الشجره، سموه بيعة الرضوان هو أصلا. فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله على الموت، وكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر، فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، فكان جابر يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبي إليهم يستتر بها. المهم هاي الرواية من تفسير ابن كثير، وإذا كان عبد الله وياهم مفروض طبعا يدخل الجنة. طبعا الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هاي سورة الفتح 18 الآية 18. يعني هنا شوفنا أنه محمد يعني لما يقول كلام ما يقدر يغيره بعد يعني، ولا هو يقدر يجيب بآيات مستنسخة، بس هنا يشوف لك التناقض أنه الإنسان إيش قد يكره الآخر لحظة مسيطر عليه حتى بعد ما ماته. احنا راح نشوف هذا الموقف. يعني النقطة الأخرى حبيت أتطرق لها، إذا عندك شيء جان عندك سؤال محدد أو شيء معين نتطرق له، إذا ما عندك أروح إلى موقف عبد الله من محمد في غزوة أحد. جان كمل، أنا ما سامعك. تفضل كمل. أوكي، لعد راح نتطرق هسه الآن إلى موقف موقف عبد الله من محمد بغزوة أحد، شلون تصرف يعني. بغزوة أحد كان الجيش الإسلامي حوالي 1000 شخص، وثلث الجيش كان من قبيلة عبد الله بن أبي سلول. ولما صارت المعركة منتصفها مثل ما يقول، قال عبد الله: والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قوي بعد هذا يعني بعد هذا التصرف من عبد الله، قال محمد هذه الآية: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا يصدقم به، احنا نقول يصدقم يعني يرمي كلام عن عبد الله ابن أبي سلول. ونزلت آية أخرى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، آل عمران 12. ولما رجعوا من يعني لما رجع جماعته وما راد يقتلهم، يعني قال ليش نقتل نفسنا هنا يعني على مود شنو يعني. فلما رجع يعني مفروض كان مثل ما كان شاطر على اليهود على أدفش كان يروح يغزيهم ويقتلهم، وبنو قريضة اللي قتل منهم فوق 1000 شخص أسرهم، كان يكون شاطر على هذا على عبد الله بن أبي سلول اللي منمط بكرة الأرض يعني. لما رجعوا من الغزوة وكانت يوم صلاة الجمعة، فحضر عبد الله الخطبة، وصاروا الجماعة اللي قاعدين صحابة محمد يقولوا له بما معناه يعني شلون تعوف رسول الله بنص الحرب يعني. فقام يعني قام لما سمع هذا الحكي، قام يريد يعوف المسجد ويروح، صار يجرون من ثوبه وصار يتخطاهم كلهم عبرهم وراح. قالوا له اقعد على الأقل حتى يستغفر لك رسول الله، يعني يستغفر لك عن الغلط اللي سويته بغزوة أحد. جاوبهم وقال لهم: والله ما أبتغي أن يستغفر لي وعافهم وراح. يعني بالكلام هذا قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي، يعني ولا يهمه لا يستغفر له محمد أو ما يستغفر له، عافه وراح بكل بساطة يعني. ومحمد يباوع هيجي شنو القصة يشوف يعني هيجي يعني الناس كل قدام يعني كل الناس. ما كان واضح هيك إنه مو مؤمن أصلاً؟ إي طبعاً هو أصلاً مو مؤمن، وقلنا لك هو أصلاً دخل دبل أجنت، يعني هو دخل حتى أولاً جماعته حتى يعني ما يفقد جماعته، أظهر الإسلام ظاهراً، ولكن هو في الخفاء كان يشتغل ضد محمد مضبوط يعني. ومحمد كان يعرفه يسميه منافق ورئيس المنافقين، ولكن ما كان يسوي شيء لأنه كان يهابه. هسه نجي على حادثة الأفك، الدور عبد الله بن أبي سلول منه راح نشوف يعني إيش قد جبار كان هذا عبد الله، ومحمد ما كان يقدر يسوي هالشيء يعني وصل الشرفة وهم ما سوى هالشيء. يعني تعتقد إنه في مسألة فيها مثلا عائشة
يعني الزلمه ماسكه هالمسكه هي على شو ماسكه يعني بصراحه يعني شيء يوغوش مثل ما بقولوا. صراحه انا يعني محيرني هذا الشيء، لانه هو يعني شخص يعني ليش لهالدرجه انت تهابه وتخاف منه على الرغم من هالاشياء اللي كل اللي يسويه وياك، وانت بعدك باقي يعني بعدك باقي انه يعني ظلك خايف وتحسب لألف حساب يعني. طيب خلينا نشوف بتفاصيل حادثه الافك بلكي نقدر نفهم شيء يعني منها. اوكي، راح نحكي عن حادث الافك ودور عبد الله، وهذا اهم نقطه، اهم الشغلات اللي صارت ب من عبد الله بن ابي سلول مع محمد. طبعا الاحاديث ما ذكرت اي غزوه كانت حادثه الافك، لانه قسم يقولون غزوة بني المصطلق، أو يقولون اللي يسمون بريسيع، أو يعني يقولون غزوات مختلفة لكن مو ثابتة يعني. المهم في أحد الغزوات راح نذكر بالبداية اللي شهدوا على عائشة بحادثة الأفك. طبعا اللي شهدوا على عائشة أربعة: عبد الله بن أبي سلول، وهو أصلا وزع الخبر بكل مكان، وحسان بن ثابت شاعر محمد، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. حمنة هاي وحدة امرأة يعني شهدت على عائشة. طبعا عمر عائشة تخمينا، طبعا كل أحد يقول شكل، تخمينا كان عمرها حدود 14 سنة يعني، يعني قبل ما يتوفى محمد بأربع سنين يجي يعني. راح نسرد القصة على لسان عائشة، نشوف عائشة إيش قالت عن هذه الرواية. طبعا الرواية للبخاري عن طريق عروة بن الزبير، فالأخوة المسلمين اللي يريدون يعرفون الرواية مصدرها يعني، عن طريق عروة بن الزبير عن خالته عائشة، يعني جاي يحكي طريق عروة و عائشة تصير خالته، ويحكي القصة عن طريق خالته عائشة. إنها قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج أقرع بيننا، أي سوى قرعة، يعني يسوي قرعة من يطلع وياه بالغزوة، يعني من النساء تطلع وياه بالغزوة يأخذها ويعني يتونس هناك براحته، وبعدين يرجعها وياه. ما أعرف ليش يأخذ النساء الغزوة يعني لهالدرجة ما يصبر عن النسوان. وكانت القرعة من نصيب عائشة فأخذها معه في الغزوة، وكانت وعائشة قالت: فخرجت مع رسول الله بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل يعني آية الحجاب نزلت بهالوقت. يقول: لما رحت حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، يعني خلصوا الغزو يردون يرجعون من المدينة قافلين، أنا أتذكر بمكة رجعوا المكة، المهم قافلين، أذن ليلى بالرحيل، فقمت حين أدنو بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. يعني على أساس أني الهودج جان ينزلون الهودج اللي قاعدة بيه على الجمل، ينزلوها هي والهودج تطلع منه ومثلا تريد تقضي حاجتها، ولما ترجع يركبوها بالهودج ويحطوها فوق. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري، على أساس متخيلين أنه قاعد بي. طبعا أنا ما أصدق أنه ما حسوا أنه موجودة. أنا باعتقادي جان
انه كانت متفقه وياه، هسه بعدين اشرحها بالتفصيل اعتقادي بالمساله كلها شلون صارت يعني. يعني المهم مو معقول، مو معقول يشيلوا الحوتج وما يحسوا انه في انسان ولا ما في انسان. على اساس خفيفه كانت. بس بين انسان، في انسان جوا يعني، بين واضح من حركات الجسم من اشياء من هالقبيل، بين واضح انه في شخص او ما في يعني. يعني ايش قد يكون وزنها؟ حتى لو هي عمرها 14، حتى لو 10 سنين، على الاقل يكون عمرها 30 40 كيلو. يعني ما معقول 40 كيلو ما حسيته به يعني. شيء غريب يعني. المهم انا راح اشرح لك وجهه نظري بالمساله، واحكي لك شلون صار بالتفصيل حسب ما اني اعتقد يعني، فكرت بها الموضوع شلون صارت يعني. يقول: واقبل الرات الذي كانوا يرحلون فيه فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون اني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم انما تاكل العلقه من الطعام، فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين كنت يعني حديثه السن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما رفعوه، وكانت جارية وكنت جارية يعني بعدني صغير يعني. استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، يعني منزلي مو قصد بيته يعني، منزلي قصد المكان اللي مخصص لها كان يعني. فيمكن بالاستراحة يقعدون. في ملاحظة أبو الحكم، في ملاحظة عندي هون، يعني المسلمين بيقولوا انه كانت خفيفه، وعلى حديث عائشه انه كانت خفيفه. ما هو طيب كيف يعني هن بربطوا انه تزوج محمد هي 9 سنين لانه جسمه بالغ وكبره وحتى ضخمه حتى تتحمل الوطأ؟ يعني في مكان بيقولوا انه جسمه ضخم وجسمه قوي وذات وزن، ولما بدهم يلف ويدور بيقول لك جسمه خفيف. مضبوط كلامك، هذا مضبوط جان. لانه انت ملاحظه هي مشان ما تروح هيك. اوكي يعني راح اذكرك بشغله اخرى. محمد على اساس اول ما تزوج عائشه، هو يسميه زواج، احنا ما نسميه زواج، نسميه اختصاب طبعا. لما تزوج عائشه على اساس كانوا يسابقون، كانت هي تغلبه يعني، على اساس انه هي خفيفه وش اسمه. بعد بكم سنه من الزواج يعني، هسه هي لما تزوجت 9، نقول عمرها 9 يعني، لا لما نام وياها كان عمرها 9، وهنا تقريبا 14، يعني 5 سنين فايت على الزواج يعني. ما معقوله ما يعني كبرت بالعمر والوزن، فكيف خفيفه كانت يعني؟ ما افهم يعني اكو ولما على اساس وزنها زاد محمد لما يتسابقون كانوا هو يفوز عليها على اساس، لانه هي وزنها ثقل وصارت ما تقدر تركض مثل قبل. فيعني هو كان حط عقله يعني، هم الطفله يلعب وياه وهم بعدين يروح ينام وياه، شنو التناقض انا ما اعرفه صراحه. المهم يعني بهالوقت كان عمرها حدود ال 14 سنه، فاني ما اعتقد نهائيا وزنها خفيف لهالدرجه. يعني ايش قد يكون وزنها؟ 20 كيلو؟ حتى لو 20 كيلو يحسون به، ما معقوله يعني، الكلام فارغ يعني. المهم انا هسه اقول لك سبب الوزن ما حسوا به، هسه راح اشرح لك وراح تتفاجئ انه كلامي منطقي يعني. راح نكمل. تفضل ابو الحكم، تفضل. اي ف يعني المنزل، قصده المنزل يعني يسوون خيمه، لما يسوون استراحه يسوون خيمه، واحد يقضي حاجته، يجون ياكلون يشربون، فحتى تكون وحده، خصوصا نزلت على اساس ايه الحجاب، فيحطوا لها مكان وحده. فتقول يقول: كنت وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي، فبين انا جالسه يعني قلت هسه ما راح يرجعوا لي في منزلي، غلبتني عيني فنمت، فاخذتني النومه يعني. المهم نامت بمكانها، فجاه ظهر لها صفوان بن المعطل، هذا الدون جوان، ظهر لها من العدم من لا شيء. انا طبعا راح اشرح بالتفصيل صفوان شلون المساله كلها صارت يعني.
فقبل كان يقدرون يعبروه عن الناس السذج، احنا عندنا عقولنا تشتغل وتفكر، راح نعرف شلون الخطه كلها صارت من الاول للاخير. المهم فجاه انظر الى صفوان وقال لها يعني شكو نايمه هنا يعني؟ قالت له القصه، وقال لها يعني حكت له القصه ايش صار وعقدها على اساس ضاعوا هالشغلات. وقال له يلا اركبي اوصلك وياي المكه. انا اتصور كانت بمكه، ما اعرف ليش انها مكتب مدينه. المهم في دربات مختلفه، قسم يقولون بهالسنه من الهجره، قسم يقولون فتحتار انت الشغله بمكه لو بالمدينه. المهم فرجع وشافوهم سوا. طبعا لما شافوهم سوا شاف عبد الله بن ابي سلول اول الناس اللي بلش يتهامس ويحكي انه خلاص. وقال عبد الله يعني مقولته الشهيره اللي الكل يعرفوها: لقد كانوا طوال الليل مع بعض في الخلاء والشيطان ثالثهما، لا ارى انها سلمت منه او سلم منها. يعني لازم يعني طول الليل كانوا ويا الاخ، وهي ثاني يوم يلا رجعت يعني على وجه الصبح يلا رجعها هذا صفوان. فقال يعني ما معقوله طول الليل كانوا ويا الاخ وما صار بيناتهم شيء. ايه فالقبل ما كانوا مثقفين، الجنس كان عندهم يعني درجه اولى، تفكيرهم ماكو غير شيء يعني، لا اكو وسائل، لا اكو ثقافه، لا اكو كتب، لا اكو الناس يعني تطوروا بالافكار، يعني كانوا الجنس كان عندهم شيء مهم جدا. فما يعتقدون اذا اكو اثنين لازم الشيطان ثالث مثل ما يقول، بينما هالوقت احنا ممكن ننام معنا نايم مع النساء بغرفة واحدة، ولا أنا متقرب ولا منها ولا هي محاولة تسوي هالشيء. ليش؟ لأنه إحنا نحس نفسنا أصدقاء فقط، يعني ماكو بيناتنا شيء، يعني مو لهالدرجة بحيث أي واحدة أشوفه ولا أسوي علاقة، غير لازم يصير تجاوب من الطرفين. المهم وهالمسألة وصدقني لحد الساعة هاي موجودة بالثقافة العربية الإسلامية، إنه الإسلامية إيه الإسلامية بالضبط يعني، ولكن إحنا عبرنا المرحلة. صحيح صحيح تفضل. إيه لذلك إحنا يعني صرنا غير شكل لأنه عبرنا المرحلة الإسلامية. ليش ما يخليك حرام فلان شيء حرام فلان شيء حرام فلان شيء بس، وكل ممنوع مرغوب تخبل يعني مثل ما يقول. حتى شفنا يعني فتاوي العريفي انه البنت ما تظهر قدام ابوها، يعني تصور لهالدرجه تفاهة انه اب ممكن يشتهي بنته. فعلا فعلا هاي القصه مال العريفي احكيها باختصار. العريفي احد ساله قال وحده قالت له انه يعني ابويا تحرش بيه، قال له يعني اكيد ابوك شاب وانت تظهرين قدام ملابس ضيقه، فهو شاف غلبته الشهوه وحاولي تلبسي ملابس زينه. ابدا ملام الاب طبعا، كانه الاب بس جاهز للنكاح، مو ام ابوه بنته اخته ويقلدون على يقول الملحدين ينامون ويا اخواتهم. لو تعرفون ايش قد موجود بالدين بالدول الاسلاميه زنا المحارم، كان تستغربون من هذا الشيء. احنا ما نحتاج هالشيء، ما نحتاج ويا ننام ويا اخواتنا، لانه احنا عندنا الحريه اذا وحده تنعجب بينا ونعجب بيها ممكن نسويها علاقه. يعني انا احكي عن نفسي باوروبا مثلا، واعرف مثلا بنات ممكن تكونون متحررات، تكون غربيه شرقيه، فممكن اذا يصير تبادل عواطف من طرفين فاني ممكن اسوي هذا الشيء. شنو اللي يمنعني؟ ماكو دين يمنعني من هذا الشيء. المهم استنظف البنت ما تكون وحده مريضه او تاخذ مخدرات او شغلات ممكن يصيبك منها امراض. وهالاشياء الزنا ما الزنا من الله احنا ما نعترف بها اصلا يعني. وراح يسال سائل انه هالشيء راح اطبق على اخواتك وامك؟ لا طبعا انا مو اطبق او ما اطبق، عاداتنا وتقاليدنا هكذا، الشاب ياخذ راحته بكل شيء والبنت لا.
بس أنا إذا يعني أختي مثلا، أخواتي كلهم متزوجات، إذا أختي تريد عندها علاقة مع شاب والشاب يعني ماخذها جدية، خليهم يعرفون بعض، يطلعون يجون، بس مو يعني ينام وياها، لأنه إحنا هيك تربينا، يعني ما نقدر نغيره مع الأسف. إحنا تربيتنا من الطفولة إنه هالشي يتغلب علينا، يعني ما نقدر نتركه ببساطة. بس همنا بحدود معينة أسمح لها لأن أفكاري تغيرت، بس مو هو بصراحة المسألة هي يعني ما هي مسألة أنت تسمح لها أو غيرك يسمح لها، لأنه هي كائن خاص بذاته، يعني الإنسان كائن خاص بذاته، حتى إذا كنت أخوه مالك حكم عليها، وحتى إذا كنت أبوه مالك حكم عليها. ولكن عند العريفي للأسف الشديد يعني بدل ما يلوم الأب انه تحرش بالبنت، هو عم بيلوم البنت ليش الاب تحرش فيه، وكأن الاب وليس له علاقة نهائيا. الزلمة حتى لو امه حتى لو اخته شافة عريانة خلاص بينط عليها. فهي الفكرة اللي المسلمين للأسف الشديد اللي يعني غايبة عنهم ومفكرينها هن بغيرهم، وهي اسقاط. لانه محمد، نرجع على محمد، لما شاف مرت ابنه عريانة اشتهاها، فما يعني شيء طبيعي العريفي أفندي هذا يدافع عن اغتصاب الأب لبنته يعني، ويحط الملامة كلها على المرأة للأسف. طبعا هو حط الملامة كلها على المرأة، يعني هي طلع هو بريء وهي أغرته، يعني شنو ما هي أبويا، يعني إذا البنت ما تأخذ راحتها قدام أبوه أنت أخذ العاد، هي قاعدة في العائلة ليل نهار وياه، يعني ما معقولة يعني إنه شو تسوي، يعني قابلية رايحة بحضنه، لا هو اللي جاي يتحرش بيها، هي جاي تقول لك يا عريف في أبوي يتحرش بيها، يعني إذا الأب هو اللي ما عنده ذمة وضمير. المهم وصلنا القصة انه رجعها وصار ينشر كلام عبد الله بن ابي سلول. فمحمد وصل له الحكي يعني، وانتشر الخبر ومحمد وصل له هذا الحكي. ومرة راح على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذى في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا. يعني هاي جاي يقصد بي عبد الله بن ابي سلول: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، يقصد طبعا صفوان، يعني جاي يحكون على اهل البيت، يعني عائشه وصفوان. وما يدخل على اهلي الا معي، يعني صفوان، يعني هنا نسوي علامه استفهام، اذا صفوان يعرف عائشه، يعني كل مره يجي ويروح مع محمد يدخل على عائشه. كان قال: فقام سعد بن معاذ أخو بني العبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول. قال يعني قال: من يعذرني في يعني اللي سوى يعني بي هالشغلة ونشر هذا الخبر. فسعد بن معاذ قام قال: أنا يا رسول الله أعذرك فيه، كان من الأوس ضرب، إذا كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان، شوف محمد ما يصرح، ما يقول عبد الله ابن أبي سلول، شوف يعني كان يقدر يقول، كان رأسا تصير مشكلة كبيرة، بس ما أعرف لوش لهالدرجة يخاف يكني يقوله بالاسم. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل، ما أحببت أن يقتل، يعني قال حتى لو من جماعتك أنا ما أريد أن قتل. فسعد بن معاذ وسعد بن عبادة صارت لغوة بيناتهم. طبعا جان سعد بن عبادة، بس أقول لك ملاحظة، طبعا سعد بن عبادة تذكرون لما بخلافة عمر بن الخطاب كتلوا سعد بن عبادة وقالوا الجن قتله، انت سامع هيك رواية تتذكر؟ فهذا سعد، لا نعم، هل تراني؟ اي اشوفك. اي تمام
اي انت يعني تتذكر سعد بن عباده. المهم هذا سعد بن عباده كان من الناس اللي كان ممكن يصيرون يعني الخليفه، كان ممكن يكون خليفه. ف عمر بن الخطاب من ذاك الوقت شايل لها القصه، ومو بس هذا يعني، وسعد بن عبادة كان مرشح أنه يكون خليفة الأول أو الثاني. وبكل بساطة عمر تخلص منه بكل خسة ونذالة، وذب الصوش على اليمن على الجن. شايف المسخرة اللي جاي تصير. المهم إذا الجن عم بيقتل، أعداء الجن عم بيقتل أعداء الله، يعني أعداء عمر. إذا الجيش إذا كان شاطر خلي يقتل عبد الله اللي مدوخ محمد بدر منزله بالآلاف فيها، ليش ما قدر يقتل هذا عبد الله ابن أبي سلول ويخلص منه؟ المهم كمل. تفضل تفضل يا أبو الحكم. أوكي. فقام أسد بني حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال فثار الحيان الأوس والخزرج، يعني راد تصير مشكلة كبيرة حتى هم أن يقتتلوا. ورسول الله قام على المنبر قال، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. يعني المهم راد تصير مشكلة كبيرة من وراء الشغلة فسكتوا. وطبعا وعائشة بهالوقت على أساس لما رجعت مرضت يعني من بعد الغزوة وما تعرف إيش صاير. ففد يوم عرفت من إحدى النساء اللي وياه إيش صار، يعني هل تهم اللي جاء عليها، فراحت على محمد وقالت له: أريد أروح بيت أبوي، يعني أريد أروح أرجع أبقى فترة من بيت أبوي. ومحمد قال له روح، قال له روحي. يعني محمد مثل ما يقول هو حاير بنفسه، يعني المسألة طولت شهر وهو ما يدري بريئة لو مو بريئة. قال روح بيت، قال له أوكي روحي. وعلى أساس هناك تمرضت أكثر، يعني مرضها زاد. محمد كان يزوره كل فترة والثانية ويسأل عنه ويقول، يعني يسأل أبو بكر عنه ويقول: كيف تيكم؟ يعني هاي كيف تيكم، احنا شلون نقول يعني يجي بسبيل الاستصغار وقلة الاهتمام، يعني كيف تيكم، يعني بالعامية نقول شلون هذيك، او ازاي بالمصري زي هدي او دوكها، ما اعرف شو يقولون بالمصري. المهم يعني كل فترة كان يزورها. وفد يوم اجى محمد يمها وقال قال لها: يا عائشة، اذا اذنبتي يعني قولي لي الحقيقة عسى الله أن يغفر لك، يعني وإذا كنت بريئة الله حيظهر براءتك، يعني الله هو اللي راح يظهر براءتك. طبعا مسألة طولت يعني، وماكو خبر من جبريل، ما أدري كأنه كان ماخذ إجازته السنوية وما يتدخل بأي شيء. هو هي طولت 28 يوم أظن، بس الله كان عم بيسوي ابحاث، يعني هو عم بيسوي تحقيق، شلون هلا مثلا عنا بيسوي تحقيقات المخابرات او الشرطه في جريمه ما، فالله كان عم بيسوي تحقيقاته حتى وتوصل للحقيقه بعدين نزل له ايه. فعلا يعني انا اعرف يعني بعض المرات محمد كان لما تصير شغله معينه راسا بلحظتها تجي ايه، او ثاني يوم تجي ايه، يعني ليش بهالشغله طولت شهر؟ يعني اكيد ما جبريل كان ماخذ اجازته، او المخابرات اللي عنده كانت مو قويه. المهم فلما حكى الحكي العائشه قالت الابو وامها: جابوا انتم عني، يعني قولوا شيء، يعني قالوا الصدق ما نعرف شو نقول يعني. ف وراها هي قالت، عائشة قالت لمحمد، قال له: أقولكم إني بريئة ما تصدقوني، وإذا قلت إنه أذنبت راح تصدقوني، ما راح أقول غير ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
طبعا بهالفتره اللي كان موجود بيها محمد كان يسال اصدقاء او معارفه انه شو اسوي بمساله عائشه، اطلقها عوفه؟ فيعني حتى ما اخذت الحميه، اذا مسوي شيء تروح يروح يقتلها يعني طبعا هو غلط، بس قصدي قبل كان عنده هاي المسائل المهمه، كان يروح يقتل صفوان يقتله يخلص. يعني ليش بقصه ماريا اول ما سمع قالوا له ابن عمها نايم ويا ماريا، راسا دز علي قال له روح اقتله بدون السؤال وبدون اي شيء، لان ذاك عبد ودمه يعني مو مهم يعني، فراسا راسا دز علي قال له روح اقتله، على اساس علي شافه جاي يسبح ولقاه مصلخ ولقاه ما عنده يعني قضيب، فقال هذا بريء يعني ما غصبه يعني يعني موقف وموقف محمد، ما عرفنا ليش بذاك كان شاطر وبهذا طول شهر يعني. المهم احد الاصدقاء المسلمين يقول انه كلام ابو الحكم غير صحيح، وانا اتعجب صراحه يعني كيف انه كلام ابو الحكم غير صحيح وهو يقرأ من أمهات الكتب اللي عندكم يا صديقنا المسلم، يعني عشان ما نذكر أسماء ولكل مسلم هاي العبارة يعني الموجودين حاليا واللي راح يشوفوا الحلقة بعدين. تفضل أبو الحكم. يعني أنا مو معناته أحكيها بصورة، أنا أريد أحكيها بصورة مبسطة حتى ما أقرأ من الكتب، لأنه تناقشنا أنا وياك جانب المسألة انه شفنا انه افضل يعني اقول ارتجالي، لانه القراءه تصير شويه بعض الاشخاص يصيرون يملون، انا اخذ الزبده واحكيها باسلوب عامي حتى يوصل توصل الافكار، لانه بعض الناس ما يهتمون بالكلمات الفصحى، بس انا كله جايبها من الكتب الاسلاميه، واذا يريد اجي اعطيك كل المراجع، يعني انا ما جايبها من جيبي هاي الروايه، موجوده بمكانات مختلفه، ابن كثير حاج عنها، البخاري حاج عنها، يعني هواية تفاسير القرآن، ويعني هاي الآية إن الذين جاؤوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم، يعني هذا أنا جايبه من جيبي، هاي محمد يحكي عن هالقصة، والتفسير ابن كثير يحكي بالتفصيل عن هالموضوع، فأنا أجيبه بأسلوب بسيط حتى التواصل يصير أجمل والشخص يسمعه ويفهم شنو القصة يعني. المهم بعدها محمد يعني ما كملت هاي، صار يسأل الأصدقاء محمد يقول لهم شو أسوي إياها، فعمر قال ما رأينا إلا خير منها، فلان قال خليها، فعلي ما أعرف لوجه علي صراحة، وعلي وعائشة أما قصتهم غريبة، كان عندهم عداوة منهم صغار إلى أن يعني توفى علي وعائشة كانوا أعداء يعني، فهم أصلا ربوا سوى جان عائشة، وعائشة لما تزوجت كان يعني متقاربين بالعمر بينهم سنة أو سنتين، لأن علي كان طفل، حتى أكو روايات محمد كان ينام يخلي عائشة على اليمين ويخلي علي على اليسار يعني، يعني هيك كان ينام وياهم. علي كابن عمه وما يسوي له شيء، بس هذه كطفله ولكن ينام وياها، يعني انت تخيل يعني. المهم علي قال لمحمد قال له يعني عائشه مو كل النساء يا رسول الله، يعني مثل ما قال له يعني يخلص منها طلقها يعني، ماكو غيرها بعد يعني ورا كل الحكي اللي صار. المهم فمحمد ثاني يوم اجى قال لها قال عائشة أبشر يا عائشة إن الله برأك من فوق سابع سماء، وجاب الآية إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره، هسه راح نشوف منه هذا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الآية 11 من سورة النور. طبعا هذا المقصود به والذي تولى كبره منهم، طبعا مقصود به المقصود به عبد الله بن ابي سلول يعني. المهم اريد ان اعقب على القصه، راح احكي ليش ما عاقب عبد الله الجلد وعاقب ذول الثلاثه الباقين
اللي ذكرتهم. المهم حمنا بن جحش وحسان بن ثابت وصور عاصم بن أثاث، إيه عاصم بن أثاث، هذول الثلاثة تعاقبوا 80 جلدة ولكن ما عقب عبد الله بن أبي سلول. طبعا أنا رحت اهتميت أروح أقرأ المفسرين الشيوخ شو يقولون عن ليش ما عقب عبد الله بن أبي سلول. شوف حتى بهال يعني اتهام، اتهمه بشرفه وما سوى له شيء عبد الله بن أبي سلول. شوف تفسير الواحد منهم، اول واحد يقول ان عبد الله لم يصرح علنا بانها زنت. بالله هذا كلام، ما هو راح نشر الخبر بكل مكان، قال لا ارى انها سلمت منه وسلم. هو اول اساس المشكله هو بلش يعني نشر الخبر بكل مكان، فعلى اساس ما مصرح علانيه انه اسمه. القول الثاني شو يقول؟ إنه كان من أعزاء قومه وخشي محمد على فرقة المسلمين. شوف يعني على أساس من أعزاء قومه خاف إنه إذا جلده أو أذاه يثورون الخزرج. بالله هذا حكي يعني معقول أنت كل اعتمادك على كم شخص؟ يعني إيش قد كانوا جماعته يعني 500,000 إيش قد كانوا يعني؟ وبيوم أحد عافوك وراحوا كلهم، خلوك بالمعمعة وحدك، شو ما سويت له شيء يعني. يعني كل المصايب اللي تيجي هو بعدها ما يسوي له شيء يعني، هسه راح نشوف حتى بعد وفاته بعد خايف منه. المهم الآية اللي قلنا انه يقصد بها عبد الله بن ابي سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. راح أني أحكي يعني أني أقول برأيي أن محمد كان خائف بمعنى كلمة خوف، يعني كلمة الخوف موجودة بمحمد من عبد الله، وكانت شخصية عبد الله طاغية على محمد يعني بكل وقت وبكل مناسبة. نشوف أنه ما يقدر يسوي له شيء، كل المصائب اللي تصير وشغلات ما كان يقدر يتصرف فيها شيء محمد. فأني راح أحكي جان إذا أكو شيء قل لي، راح أحكي لك وجهة نظري بهال قصة الإفك شلون صارت، وبعدين نجي على وفاة عبد الله. طيب تفضل أعطينا وجهة نظرك أبو الحكم، وبعدين ناخذ وفاة عبد الله بن سلول، وبعدين ناخذ شيء من أسئلة الأصدقاء ومداخلاتهم، و يعني الحلقة أخذت مداها تماما. تفضل. أوكي. طبعا أنا برأيي لأنه صفوان يعني محمد بلسانة قال إنه هذا شخص يجي ويروح وياي. زين أنت إيش مدرك إنه صفوان يجي ويروح وياك؟ يمكن أنت أصلا ما موجود وطالع برا، هو يروح مصفح قبل كانوا يدخلون على عائشة براحتهم يعني، حتى لقيت لها العائشة لقيت لها التصريفة انه ما الرضاعة الكبير يعني، فكانوا يرضعون من اخوتها وخالاتها وبنات خالاتها فيصيرون اخوانها بالرضاعة. المهم صفوان كان دائم المجيء والروحة. انا يعني برأيي انا اعتقد انه اتفقوا صفوان وعائشة انه لما نروح هاي الغزوة بالرجعة ألقي لك أي حجة إنه ما ترجعي. فأنا برأيي إنه صفوان يعني ليش فجأة صفوان ظهر من العدم؟ نريد نعرف هو كان وياهم لو مو وياهم يعني. وبعدين ليش ما رجعها بنفس الوقت؟ ليش بقوا طول الليل ويا الأخ يعني؟ المهم اللي صار إنه اتفقوا، والطريقة اللي الهودج اللي حكينا عن نجان، أني أعتقد إنه عائشة راحت، وطبعاً ممكن تكون لافة هاي شغلة الحجاب ما حجاب يعني تغطي على رأسها، وخلت واحدة من جواريها اللي يشتغلون عندهم عبدة، المهم خلتها تركب بالهودج مكانها، عرفت؟ لذلك ما حسوا بتغير الوزن. فهمت قصدي جان؟ فركبت واحدة من صديقاتها ركبتها بمكانها، روحي اركبي على اساس انت عائشة
يعني انت اني فتذكر بيقول لك واحد طيب وقت اللي نزلت ما كان شافوه عرفوه الناس هي مغطية وجهها هم يتفرقون قابلي عندهم مخابرات يمشون ورا يشوفون عايشة هي ولا المهم أنا برأيي هاي الطريقة لو إلا أنه لازم يحسون بالوزن يعني فالمهم الثاني يوم لما شافوهم يعني ما كان يتوقعوا أنه شايفينهم المهم هي سوت هاي الحجة وإلا شنو 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 هذا الكلام أنه ما حسوا بغيابه يعني أنا شيء اللي مستغرب جدا يعني هي زوجة الرسول شلون ما حسوا بغيابه يعني اريد افهم اذا ما يعني هي الملكة ايه اذا ما في يعني خطة محكمة شلون ما حسوا بغيابه يعني شلون ما عرفوا انه عائشة ما موجودة وياهم اكيد عرفوا انه عائشة راجعة وياهم فالمهم لقت حجة وضمت نفسها بمكان معين ولما راحت القافلة اجا من وراء اجا صفوان حسب الاتفاق وقضوا ليله حمراء مثل ما يقولوا وبعدين رجعوا هو هذا انا تفسيري للقصه انه ركبت وحده بمكانها هذا اللي حبيت اقوله من يعني ما حد يلومه صراحه انا ما الومه العائشه اللي تسوي هيك لما تتزوج واحد يعني بقد جدها يعني بعمر ستة يروح يفاخذها وهو 51 سنة عمره وهي 6 سنين طفلة صغيرة تبقي حياتها بالجنس يعني بدل ما تشوف الحياة وتلعب وتتونس أول ما صار عمرها يعني حتى لما كان يفاخذها يا جان كان صديقاتها وياها يجرها من بين صديقاتها يروح يفاخذها وبعدين ترجع تكمل لعب ويا صديقاتها يعني ما كان يصبرها منها الى ان صارت تايروات اجرام اجرام بكل معنى الكلمه اجرام غير معقول يعني يعني عائشه اذا كان طلعت معتوها اذا طلعت شاذه اذا طلعت كل شيء فهذا يعني ضحيه لانه هي ضحيه يعني تصور اليوم بنت 6 سنين 7 سنين عم تلعب مع صديقاتها اطفال يعني اطفال يا حيف يجي يمسكها من ايدها ياخذها يروح يفاخذها مثلا بغرفه وبعدين يروح يرجع شو هالنفسيه الطفله هي المسكينه كيف يعني ما بعرف بصراحه شو واحد يحكي يعني شيء بعيد عن شيء اسمه انسانيه بمعنى الكلمه واتمنى اصدقائنا المسلمين وحبايبنا واهالينا يفكروا بهالموضوع هذا يعني تصور شخص عمره 50 سنة مع طفلة عمرها 6 سنين يفاخذها يعني تعرفون شو معنى المفاخدة تصور هلا اليوم الشيخ هذا القرضاوي بهالعمر هذا يفاخذ طفلة عمرها 6 سنين بهالتصور حطها بمخك هالشيخ هذا مع طفلة من أطفالك أو من أطفال الجيران أو من أي طفل تعرفه يعني تصور حط هالصورة هاي بدماغك كيف بتشوفهم كيف بتشوف هالشكل هذا هل هذه أخلاق أشرف الخلق يا حيف في ناس عم بتدافع من السيد أيوب اللي بده يبهرنا وبيحكي فاضي وبسخافات ليس لها لا طعم ولا يعني ما بعرف أحد شو يحكي بصراحة يفقد اللسان الكلمات للأسف الشديد في هالحالة يعني طبعا هذا أيوب اللي ما يعرف انه مؤيد لداعش 100% يعني تريدون اجيب لكم تعليقاته انه يقول انا أيد داعش دول اخواننا مسلمين ويسميهم يقول اليهود والنصارى يدفعون الجزية والبقية أما يشهدون الشهادتين أو يقتلون يعني هذا تفكير طبعا أخوي أبو الحكم يعني من شابه نبيه ما ظلم يعني والإجرام إجرام إجرام يعني اللي يقبل بنبي محمد النبي له فهو مجرم يعني مهما كان
فهذا هو مجرم، يعني الإجرام اللي يقبل أنه شخص 50 يفاخر طفلة 6 سنين ويقبل ويعتبر هذا نبي من عند الله وأشرف الخلق، يعني مجرم مثل داعش. يعني شو فرق عن داعش حتى لو ما أيد داعش أصلا. المهم يعني هو أصلا أكو شغلات أفظع من هذا جان، أكو مفاخذة الرضيعة. يعني تخيل الرضيعة لك حق تفاخذها تكون زوجتك، يعني حتى الشيخ بدون مستحي يقول هاي زوجته، يعني حب فيديو موجود يقول هاي زوجته، حتى المذيعة تعجبت قالت له شلون هاي طفلة، قال إيه بس زوجته هي خلص، زوجها أبوها ممكن كان يموت أو شيء، ف قال شلون ينطي قلبه، قال إيه خلص زوجته هاي عقد عليها وصارت زوجته فاخذها عادي. يعني المهم محمد يعني بعد ما كل اللي سواه وعمر 9 نام ويا العائشة، طبيعي انه تحاول تلقي طرق اخرى حتى تسوي علاقات اخرى. هي شابة صغيرة وهذا كهل، رجال كهل، وجماله مو بس هي وحدها، وفي كثير ناس يعني بلاوي مسوي محمد مع النساء وهي بالظل كانت. يعني تخيل هي هو توفى وحرم احد يتقرب من النساء وهي في عمر 18، يعني بعدي باوج ريعان شبابها، اوج ريعان شبابها 18 سنه انحكم عليها بدايه شبابها. يعني هي 18 تكون خلص من مرحله الطفوله والمراهقه، بدات مرحله الشباب، يعني بدايه الشباب، بدايه قمه العطاء الجنسي يعني عند الانسان ذكر كان ولا انثى. يعني الناس جان الناس يعني بدل ما يكون هاي بدايتها، يعني هي عايشه بدل ما يكون بدايه حياتها صارت نهايه حياتها. يعني بعد ال 18 بعد ما لحق ابد الجامع رجال الى ان تتوفى. انت تخيل يعني كل هذا الظلم، يقولون محمد انسان عادل والاله عادل وما يظلم احد، وهذه صارت بعيدة عن الجنس من هذا العمر، فوق هالظلم اللي كان وياه من عمر 6 سنين وتسع سنين ويفاخذها وينام وياها، بال 18 حرم أحد يتقرب منها. لأن تدري إيش حرمه؟ لأن يعني أكو أحد الصحابة قال له إلا أني أتزوج عائشة بعد ما أنت تموت، قال لمحمد. محمد سمع هالشي تخبر رأسا جاب الآية قال ماكو، ما تقدرون تتزوجون زوجاتي. يعني فشوف الأنانية اللي موجودة عنده يعني إلى هذه الدرجة. يعني المهم نجي إلى وفاة عبد الله والأحداث اللي صارت به. طبعا أنا أشك إنه محمد قاتل سامة عبد الله ابن أبي سلول، بس صراحة ما عندي دليل، يعني لأنه إلا بهالطريقة يقدر يقتل، علني ما يقدر يقتل. يعني المهم عبد الله بن أبي سلول بالسنة 9 للهجرة مرض 20 يوم وراها مات، فأجى عليه ابن عبد الله وقال لمحمد صلي على أبويا يا رسول الله. فيقول هنا الرواية الأخيرة اللي تقرأها، يقول عن عبد الله بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي سلول ودعا رسول الله للصلاة عليه فقام إليه، يعني عمر قام له، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، يعني محمد عمر قام بصدره، فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله ابن أبي القائل يوم كذا كذا كذا، يعني كذا وكذا وكذا، يعني هذا اللي هيك سوى وياك وهيك قال وياك. طبعا أكو مشاهد كثيرة اللي مسوي عبد الله ابن أبي سلول، بس أنا ما ردت أطول القصة. سوى هواية شغلات ويا محمد، يعني محمد كان يخاف منه ويتجنبه، يعني قال له سوى كذا وكذا وعدد أيام، ورسول الله يبتسم، يعني محمد يبتسم أي شيء يقول له عمر يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال
أخر عني يا عمر، يعني عفني، إني خيرت فاخترت، إني خيرت كيف أختار، إني خيرت فاخترت، وقد قيل لي استغفر لهم، يعني الله قال على أساس استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو إني أعلم إني إن زدت على 70 غفر له لزدت. يعني هاي قدام الناس طبعا الحج يحكي. قال ثم صلى عليه ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبري حتى فرغ منه. قال أتعجب لي وجرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسير حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد. يعني عمر لما اعترض رأسا رغبة لعمر نزلت الآية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فما صلى رسول الله على منافق ولا قام على قبري حتى قبضه الله. يعني على أساس طبعا نعرف عمر لما يحكي شغلات ويا محمد رأسا كانت تنزل الآية. المهم صلى ومشي الحال، يعني صلى عليه وخلص، بعدين نزلت هاي الآية لا تصلي على المنافقين. لكن شوف حتى تأثير عليه، حتى لما توفى عبد الله بن أبي سلول راح صلى عليه. يعني انت رسول الله، يعني مفروض تكون انسان ذو شكيمة وقوي، ما يهمك اي متهب اي شخص. يعني المهم الخلاصة من القصة، يعني محمد كان يخاف منه حتى بعد ما مات ونافق جماعته. يعني انت تدري انه هذا منافق، انت صرت منافق لما تروح تصلي عليه. نفس الشيء، يعني اذا هو سميه منافق انت منافق، صليت عليه بغير رغبتك، يعني والله شنو حتى لا يتركون الإسلام. المهم يشوفنا أنه محمد كان يدور على المصلحة، مصلحتي كان، ولا يهم غضب الإله ولا يغضب ولا ما يغضب. المهم هو عايش الأمور تمام وهو بأمان، يعني مثل ما يقول. ولولا عمر قال له لا تصلي عليه كان حتى الآية ما نزلت، يعني لا تصلي على ناس توفوا. ما عرف انت دزيت لي سؤال اعتقد. لا انا ما دزيت لك سؤال، انا بس حفظت السؤال هذا. طيب انا جان القصة اختصرتها واتأمل الفكرة وصلت، والناس اللي مشاهدونا واحتمال يباعون على لعبة برشلونة، لان انا من مشجعي برشلونة بس الحلقة أوجب إلي شو اسمه، يقدرون يشوفون الحلقة بعد الانتهاء اللايف. يعني على كل، أنا أشكرك أبو الحكم على الوقت الطيب، يعني بصراحة رائع البحث، رائع، وأشكرك على البحث هذا. يعني أصدقائنا المتواجدين معنا أشكركم كمان على المتابعة. بصراحة يعني خلينا، انا بدي رايك بس بالموضوع ككل، كابو الحكم، يعني كنتيجه اخذت، شو الفكره اللي فهمتها من معامله محمد لابن سلول هذا؟ تفضل. صراحه قلت لك اني هالشغله محيرتني، لو نبحث داليز التاريخ راح نشوف فد علاقه مستتره بين عبد الله ومحمد. شنو هي المفتاح؟ وين ما نعرفه صراحة، بس اللي عرفه 100% إنه محمد كان يحسب لهذا الشخص 1000 حساب وكان يخاف منه. يعني مو بكل بساطة أنت 700 شخص يجرجر بيك يقول لك تعال انطيني إياهم، أنت تقول له خذهم. يعني أنت مثل ما يقول الناس كلها جاي يشوفوك شلون يجرجر بيك. وين كان عمر؟ أشوف وين هذا عمر اللي الليل نهار وياك ويريد يقطع عنق الناس؟ ليش ما سوى شيء؟ يعني هو أصلا بالرواية موجودة، أنا ما قريتها، بس عبد الله همينة في رواية قال له خلي دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال له قال لا يا عمر، إن فعلتها يقول محمد يقتل أصحابه. طيب أنت تعرف عن عبد الله، طبعا إذا تعرف أنه عبد الله منافق، يعني شون تسمي أصحابك؟ يعني وشون بشجرة الرضوان تجيب آية وتقول رضي الله عنهم؟ يعني
وتدخلهم الجنة. طيب كنت تقدر تستثني بالآية تقول مثلا إلا فريقا منهم مثلا يراؤون أو شيء. المهم اللي عرفه أنه عبد الله ماسك على الشيء على محمد هو شنو صراحة ما عرفه، ولكن واضح كان وضوح الشمس أنه محمد كان يخاف من عبد الله. عندك ميوت أبو الحكم، أنا أشكرك جزيل الشكر، وطبعا يا ريت أنت بس تشوف لنا شوية أسئلة من الموجودين، أخوتنا الموجودين على الشات. أنا بس بدي أوجه كلمة لأيوب وخالد أصدقائنا المسلمين المتواجدين على الشات. يعني للأسف الشديد كل الروايات اللي حكيناها، كل الإثباتات اللي جبنا لكم إياها ما بتهمهم، بيرجعوا بيقولوا عذاب شديد وعذاب ضريطي. يعني قلنا لكم فهمناكم الطز في هالعذاب اللي انتم عم توعدونا فيه، يعني عذاب انا لا اؤمن فيه، كيف عم تهددني بشيء انا لا اؤمن فيه اصلا؟ يعني مثلا يجيك البوزي هلا يهددك بنار جهنم تبعته، شو بده يهمك يعني انت؟ او المسيح يقول لك يا سيد ايوب، ولا يا سيد خالد، ولا يا سيد فلان، يا سيد علتان، يجيك مسيح يقول لك والله اذا انت ما امنت بالصليب راح ما تشوف ملكوت الله وراح تروح على جهنم تبع المسيحيين، شو راح يهمك بالموضوع انت؟ هل ستتفاعل يعني؟ جاي عم تهددنا وتوضخنا ضرطنا يعني. لا يعني للاسف كاتب لي، شوف كاتب لخالد، خالد هم لا يعلمون انهم سياكلون برازهم ندما، نحن راح ناكل برازنا ندما. انت يا سيد ايوب انت عم تشرب شخاخ حاليا، يعني نحن اللي بالدنيا الاخره تبعتك بدنا ناكل برازنا ندما، انت عم تشرب شخاخ، هلا عم تشرب شخاخ، يعني شخاخ الجمل انت اللي عم تشربه مو نحن، انت اللي عم تشرب شخاخ الجمل، والهندوسي بيشرب شخاخ البقر، فشو فرق بينك بين الهندوسي؟ فلان يشرب شخاخ البقر وانت تشرب شخاخ الجمل. إذا في عندك أي تعقيب أبو الحكم؟ طبعا المشكلة بأيوب وخالد وغيرهم وساجدة وكائنة ما يحكمون عقلهم، ما يقبلون، يخافون من العذاب، يخافون من جهنم. يقول لك بلكي طلع كلام، بلكي طلع كلام القرآن صحيح، شو نسوي إحنا يوم القيامة أو بالقبر شو نسوي؟ هو هذا المصيبة، هذا الجبن بعينه. احنا ما نخاف، احنا ما نخاف متحديين، وضميرنا مرتاح لما نموت خلاص، احنا نتحول الى عدم، الى تراب وخلاص انتهى. لا راح نشوف جنة ولا نار، ويا ريت واحد كان يقدر يكون بعد الممات يشوف نفسه وين راح يكون. كنا مسكناهم واحد واحد وقلنا لهم شو قلنا لكم. المشكلة أنه الخوف هو الجبن، والخوف من الآخر. أنا وايد متناقش مع مسلمين يقول لك أنا أمشي بالسليم، أصلي وأصوم، بلكي طلع صح الكلام هذا، شو أسوي؟ أفضل من ما أروح أتعذب يعني. فالمشكلة ما يحكمون عقلهم مع الأسف يعني، بس خايفين من العذاب ومتأملين بالحوريات يوم الحشر مثل ما يقولون. طيب انا شوي عندي النت يعني مو زياده، ما بعرف ليش عم ياخذ ويعطي، حاولت كثير ادخل على اليوتيوب حتى اشوف كل التعليقات، بس يعني يظهر ما اوكي بمشي الحال. طيب اصدقائنا نازلين بعضنا، على كل أنا أشكرك أبو الحكم شكرا جزيلا حبيبي، ويظهر أصدقائنا ما عندهم أي أسئلة. أنا بتمنى من أصدقائنا إذا عندكم أي أسئلة تطرحوها علينا، حتى يعني قبل ما ناخذ الكلمة الأخيرة من أخونا أبو الحكم. على كل أبو الحكم أنا بس بدي
أقول بكرة طبعا في عندي حلقة مع سال، راح تكون الساعة 5 بتوقيت لندن، وبكرة الساعة 8 في توقيت لندن كمان مثل هالوقت هذا، راح يكون عندي حلقة عن شعب الله الضرات. يعني راح نشوف يا سيد أيوب شو هي اهتمامات الإسلام، وشو هي التفكير الموجود عند شيوخ الإسلام، وشو هو الإسلام مبني على ماذا. لنشوف العلم والحضارة اللي إجا الإسلام فيها. بكرة يا ريت استنانا سيد أيوب ويا سيد خالد وكل أصدقاء المسلمين حبايبنا أهالينا، يا ريت استنونا وشوفوا بشو عم تؤمنوا أنتوا، شو مغزى من إيمانكم. على كل أبو الحكم حبيبي، إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها بالحلقة تفضل. لا أنا صراحة ما عندي كلمة أخيرة، فقط أشكرك أنه قعدنا وشوي حكينا عن هذا الموضوع، وأشكر جميع اللي المشاهدين اللي يشاهدون سواء يعلقوا أو ما يعلقوا، والأصدقاء المعلقين يعني لهم سلام خاص أنه صار بيناتنا مثل ما يقول عشرة فيسبوك ويوتيوب وشغلات، صار بين يوتيوب وملح يعني خبز وملح يوتيوب وفيسبوك صار بيناتنا. سلم عليهم جميعا وأشكرهم بتواجدهم، وأتمنى لهم كل الصحة والعافية، وشكرا جزيلا. أشكرك أبو الحكم، أشكرك كما طبعا مثل ما قلت أصدقائي، بكرة راح يكون عنا بنفس التوقيت حلقة بعنوان شعب الله الضرات، وأنا لا أتهجم في هذه الحالة بس على حدا، ولكن أحاول أن يعني أكشف شو في بالكتب، وشو شو شو التفكير الإسلامي، شو الحضارة اللي عطتنا إياها الفكرة الإسلامية. بس اسمح لي جان بس أقول كلمة. تفضل تفضل تفضل. يعني أتمنى من صديقاتي وأصدقائي اللي ما مسوين اشتراك عندي أو عجان تشتركون بالقناة، يعني بمشاركاتكم احنا يعني مثل ما يقول نقدر نقدم أكثر وأكثر. أتمنى تشاركونا بالقناة، سواء قناتي أو قناة الأخ جان، الأخ سال، جميع الأخوة اللي موجودين تشتركون بالقناة. وكتاب أنا طبعا كتاب بكرة راح أجيب الكتاب راح أتصور به، كتاب همسات على ضفاف الحب، طبعا راح توصلني أستلمها باكر، وأتمنى الجميع يقتنون هذا الكتاب إذا يردون يساعدون أخويا جان. شكرا جزيلا. أشكرك أبو الحكم، أشكرك على كل حال. أنا لازم أسوي حلقة خاصة عن كتاب همسات على ضفاف الحب، وأظن الأسبوع القادم يعني راح أسوي حلقة عن الكتاب. طبعا يعني طيب، في الأخ سريان عم بيقول لي يا ريت تغيروا عنوان الحلقة بكرة، لأن بصراحة لا يليق فيكم، خليها شعب الله المختار أو الفهمان أو الحربو. طيب أنا بصراحة شكرا سريان، شكرا جزيلا لك حبيبي سريان على التنبيه هذا، وأنا يعني كنت متردد أنه أحط شعب الله الضرات، هو في الحقيقة هو شعب الله الضرات بصراحة يعني، ولكن تكرم عينك سريان راح أعمل شعب الله الفهمان، ولا تزعل يعني، وكرامة لك ولا يهمك، شعب الله الفهمان أو شعب الله النعسان وتيفر يعني، أو حتى شعب الله الخريان يعني ما مشكلة، بس نجيبها على القافية، يعطيك العافية. على كل حال أشكركم أصدقائي جزيل الشكر، وبكرة طبعا راح يكون معنا حلقة بنفس التوقيت عن شعب الله الفهمان كرمال أخونا سريان. أشكركم جزيل الشكر، ومثل ما قال أخوي أبو الحكم يا ريت تشتركوا بالقناة جهر بالإلحاد، وقناة جهر بالإلحاد الاحتياطية، وشبكة تنوير شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والروابط كلها موجودة تحت الفيديو،
يعني بدعمكم نحن بنستمر، بدعمكم نحن بنكبر، وبدعمكم تفتح عقول اهالينا وننهي هالحروب هي بكل معنى الكلمه لما اهالينا يبداوا يشغلوا عقولهم. اشكركم اصدقائي واشوفكم بكره. الى اللقاء. الى اللقاء. باي باي.